بحيره فوق الجبل اسمها كولساي. المنطقه هذه كولساي اسمها. فيها اشياء حلوه والله. انا صراحه وايد تفاجات بالدوله هذه اول مره ترى. على فكره ترى انا اول مره دول يعني انا وايد سافرت دول قريبه من كازاخستان يعني مثل روسيا اذربيجان ارمينيا وين بعد تركيا المناطق اللي موجوده هنا قريبه سافرت لها بس كازاخستان اول مره نسافر صراحة يعني وايد تفاجأت وايد من الدولة هذه خاصة المكان اللي أنا كنت قاعد فيه والله أنا حبيت المكان مع إني قعدت أنا يوم واحد بس يوم ونص بس وايد حلو المكان لأن المكان
كمنتاتنا يا جماعة تيمنا كمنت كامل مرتب كل الترتيب جنن عسكرية وين عندك انت؟ ايه نحن